منع مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. كابتن هاني برحب بيك في البدايه. امين ازيك، اخبارك ايه؟ برحب بيك وبكل الساده المشاهدين في قناه الاهلي. يوم جميل النهارده، تواجد جمهور كان شيء ايجابي وشيء جيد ودافع معنوي لكل لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني قبل المباراه هامه جدا للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. بالتاكيد طبعا اليوم عدى بشكل جيد جدا، الحمد لله الجماهير كلها، يعني النادي الاهلي جمهوره، يعني النادي الاهلي دايما بيفخر بجمهوره، وجمهوره ده قوة الضربة بتاعته دائما ابدا بيوازر النادي الاهلي في كل المواقف، فاحنا سعداء بجمهورنا اللي جه النهارده، والناس كلها كانت ملتزمة الحقيقة، والناس المسألة مشت بطريقة سهلة جدا، والناس دخلت حضرت التمرين، شجعت اللعيبة، حفزتهم بشكل جيد. ان شاء الله كلنا بنأمل ربنا يوفقنا ان شاء الله في مباراة في تونس ونقدر نرجع بالمكسب. الجمهور ده اكيد هيدي دافع وحافز بالنسبة للعيبة بشكل جيد. نتمنى ان شاء الله ان في قريب العاجل نبقى جماهيرنا دايما موجوده معانا في النادي الاهلي، لان الرياضه من غير جمهور بتبقى ما تسواش بصراحه. يعني دخول الجمهور النهارده بطريقه يمكن جيده جدا شيء اعتقد مبشر ان شاء الله للفتره الجايه بتواجد جمهور النادي الاهلي في مختلف المباريات، لكن التعاون اللي شفناه النهارده كان شيء مهم، هو ده الاهم النهارده، تعاون الجمهور مع امن النادي، مع الداخليه، مع الشركه اللي النادي الاهلي استخدمها النهارده. الحقيقه احب اوجه الشكر لوزاره الداخليه طبعا على ان هم ناس كانت متعاونه بشكل ممتاز، بوجه الشكر لاداره التنفيذيه في النادي الاهلي طبعا، الناس كلها كانت على قدر المسؤوليه وكل الناس في أماكن بشكل جيد، المسألة مشيت بشكل سهل جدا وسلس جدا، ما كانش فيها أي نوع من أنواع المشاكل. الجماهير جت وفرحت بالفرقة وانبسطت ودخلت المدرجات بشكل سلس وخارجين بشكل سلس، ما عندناش مشاكل الحمد لله رب العالمين. المسألة اتنظمت بشكل جيد والحقيقة مبسوطين بيها جدا يعني. شكرا كابتن. شكرا يا أمير، اتفضل.